بالنسبة لي هو حياتي طبعا، يعني اتربيت فيه، عشق الأول والأخير، عشنا فيه مع أبائنا وأجدادنا وأصدقائنا وزمايلنا. يمكن إحنا تربينا مع بعض أكتر ما تربينا في بيوتنا، قعدنا مع بعض أكتر ما قعدنا في بيوتنا، كنا تقريبا بنقعد شبه 24 ساعة في اليوم مع بعض، من الصبح بالليل بنبقى مع بعضينا، سواء في السيرك أو نخرج مع بعض نتفسح أو سهل جدا انك تبكي اي حد وان اي حد يعني، لكن مش سهل انك تخلي حد يكون مبسوط وسعيد من جواك. دعوات الجمهور هو خارج يعني يقول لنا ربنا يبارك لكم، اسعدتوا اولادنا واسعدتونا، دي بالنسبه لنا بتحسسنا ان احنا في قمه السعاده، وبتحسسنا ان احنا نجحنا جدا.